سلام الغزالة ديالي، كي راكم مزيانين؟ اموركم بخير؟ على خير، ما ناقصكم حتى شي خير. المهم كنتمناكم تكونوا باحسن الاحوال ان شاء الله. انتما كتشاهدوا في هذا الفيديو اليوم خريجه جديده، فيديو جديد ان شاء الله. غادي نصور لكم الحويجات اللي كيجيبوا انس، واحد الحويجات اللي كيجيبوا غزالين صراحه. المهم خليكم معايا في الفيديو. فهنايا جابوا واحد ديال الناموسيه لي زار ديال الناموسيه، داكشي ديال القطن زويون صراحه. وجابوا كذلك البيجامات ديال القطن، هادو بالسريبلات ديالهم غزالين صراحه البنات. ديال البرد ديال دابا عاملين 9 فالحوايج اللي كيعجبوني كيحمقونا صراحه هما ديال الكوزينه، ضروري خصنا نمشيو نضربو دوره ونشوفوهم. فهنايا جابوا ديال الكريب عامله 29 اورو، زويونه صراحه كديروا فيها الكريب. كذلك جابوا هاد الطويبلات هكايا 14 اورو فاصله 99، تحطوها ديروا فيها الفطور وداكشي. جابوا المقيلات اللي هما الثمن ديالهم كاين المتوسطه اللي عامله 24 سنتيم دايره 9 شي حاجه، كاين اللي متوسطه عامله 10 اورو، كاين ديال 9 اورو، وكاين هاد الكيسه اللي عاملين 5.99 اورو، القريعه حتى هما 2.99 اورو. وهادو ديال الحلوه البنات جابوا عامله 6.99 اورو، وهاد المدوره عامله 5.99. فكذلك جابوا حتى البلاطو ديالهم ديال كاب كيك وكلشي في نفس الكولور. المهم خليكم معايا في الفيديو. وهنايا جابوا هادو ديال البطاطا البنات ديال الفريد، الصغيره عامله 35.99 اورو، والكبيره الثمن ديالها 49.9 اورو، وعاملين هادو ديال ديروا فيهم بانينا وداكشي عاملين 15.99 اورو في الحمار هكا ديال هاد الشكل. وكذلك جابوا ديال الذره وداكشي عامله 9.99 تقريبا 100 درهم. يعني جابوا شي حويجات اللي هما زوينين صراحه كيجيبوهم، والثمن جد مناسب. انتم عارفين انس دائما عنده الاثمنه مناسبه، فبالنسبه للسخره وكل شيء عنده رخيص. هاد الفرنو جابوا كذلك الميكرووندين عامل 49.9، والفرنو عامل 69.99. وجابوا كذلك هاد الروبوت ديال
طحنوا في اي حاجه، عام 39 اورو فاصلة 99. كذلك جابوا لواحد روبوت هو صغير ديال ماكينه الطحانه ديال صغيره طحنوا فيها القزبر بصلة اي حاجه، هذه عامله فيها 300 واط، عامله 15 اورو فاصلة 99. كذلك جابوا هادو ديال الكابوتشينو صراحه غزالين البنات، انا خديت منهم كان ديجا جابوا في الكحل عام 4 اورو فاصلة 99، ولكن عرفتوا كيفاش كيطلع الكابوتشينو شي حاجه واعره يعني بلا ما تحتاجي تمشي برا تشربيه، تشربيه غير في الدار. جابوا هادشي ديال الفرنو كيف ما قلت لكم، جابوا في الذهبي، هذا هو الكماله ديال الذهبي، هادو ديال الكاب كيك وديال ديروا فيهم اي حاجه اللي بغيتوها، هادو عاملين 7 اورو فاصلة 99. جابوا حتى البلاطو ديال الفرنو اللي كتدخلو في الذهبي حتى هو زويون عجبني، هذا خلاص كديروا فيه ملي كانت كيكه صغيره اولا الخضره واللي بغيتو هكا كتدخلوها فيه. ها البلاطوات اللي قلت لكم هما هادو في الذهبي، صراحه زويونين هكا يعني كيحرقوا ما حتى شي حاجه، كديروا فيهم بغيتو الخضره اي حاجه كديروها فيه، الحوت اللي بغيتو هكايا. فالثمن ديالهم عاملين 6 اورو فاصلة 99. وكذلك جابوا هادو ديال القراعي عاملين 4 اورو فاصلة 99، كديروا فيهم قراعات ديال الزيت اي حاجه اللي بغيتو كتنزلوها فيه نتوما والاختيار ديالكم. وهادو البنات كذلك البنات جابوا هاد اللعيبات كديروا فيهم الموز او هذيك اللي كتهزوا بها الكيك او اي حاجه، هادو عاملين 5 اورو فاصلة 99 جي اونسومبل. كذلك جابوا هاد الماكينه ديال البلاستيك اللي هي عامله الثمن ديالها داير 29.9، وديال الخبز عامله 7.99 كتقطعوا فيها الخبز. صراحه عندهم شي حويجات اللي هما زويونين البنات، اللي ما كيمشيش للان صراحه يمشي يضرب دوره كتلقاو فيه حويجات اللي هما واعرين حتى الحويجات كيجيبوهم. كذلك جابوا هذه ديال البانينو داكشي عامله 12 اورو فاصلة 99، وهذه اللي عجبتني بزاف كديروا فيها العطريه البهارات اللي بغيتو كتحطها في الكوزينه هكا، السيل ديالها جاي زويون وما كديش لكم الاتساع بزاف، يعني عامله 19 اورو فاصلة 99 تقريبا بنتي. وهذه البنات هذه ديال 12 اورو فاصلة 99 تسخنوا فيها الماكله وداكشي. وهاد الطويسات جابوهم حتى هما عاملين 12 اورو فاصلة 99، وكاينه حتى ديال الدجاج صغيورين عاملين هادو 5 اورو فاصلة 99. المهم البنات جابوا حويجات اللي هما زويونين الصراحه. وهنايا جابوا حتى المحفظات ديال الوليدات ديال البنيتات في الغوز، كاينه في الزريره كاينه في الكحل، يعني شي حويجات اليوم صراحه واعرين وزويونين هكا بالنسبه اللي عنده وليداتو. المحفظات عاملين 9.99 يعني تقريبا 100 درهم، ولكن صحيحين وزويونين الصراحه. جابوا هادشي تا هو ديال المدرسه داكشي اللي كيستعملوا الوليدات، كاينه الحويجات اليوم زويونين. فهنا هي الغزالات ديالي، وصلنا لنهاية ديال الفيديو، كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم، وهنا كنقول لكم خليكم مع تتمة الفيديو الى فيديو اخر ان شاء الله. يلا باي باي.